تعاونوا تعاونوا. تحدي اليوم بدون أي مقدمة تحدي مجنون. اليوم تحدينا هو تحدي السيارة مع الفريق الحار، فريق بابا أحمد وماريا الكيو. أيوة، والفريق البارد ليس مع عبود أفندي. رح يكون في عندكم مجموعة من التحديات، تحديات خاصة بالفريق الحار وتحديات خاصة بالفريق البارد. كل تحدي بتنفذوه من هالتحديات رح تحصلوا على مجموعة من النقاط، والفريق يلي يجمع نقاط أكثر هو يلي رح يفوز معنا. أكيد فريقي أنا وماريا. يلا جاهزين للتحدي؟ جاهزين. متحمسين؟ متحمسين. يلا نبدأ بأول جولة. يلا أول شي رح أبدأ مع الفريق الحار، فريق الناري. يلا. عندك يا بابا تحديات من فئة 50 لفئة 1000 نقطة، فأي تحدي أول شي تختار؟ والله بفضل الوسط، يعني بين 200 و500، بس رح أكون شجاع وأختار 500. أوه، تحدي 500 نقطة. بدي يكون بدايته حماس. يلا اسحب اسحب. واحد اثنين. إيش طلع لك؟ أوه طلع لك النودلز مع الشطة الحار. ومعك فقط دقيقتين قليل. دقيقتين لتنفيذ التحدي. قليل دقيقتين. اي والله، اذا ما تلحق بالدقيقتين تاكل النودلز مع الشطه الحاره جدا فانت تخسر ال 500 نقطه. بس دقيقتين قليل. اي والله. هلا نشوف الفريق البارد. الفريق البارد عندكم تحديات من فئه الالف لفئه ال 50 نقطه، اي تحدي اول واحد تختاروه؟ يلا قولوا لنا اي تحدي تختاروا. تحدي بسيط حتى لا نخسر. اي تحدي؟ لا. تبدو من العالي ولا من الواطي؟ 100. ابدو. يلا ايوه 100. التحدي من المية. يلا خايفين تبلشوا من الارقام العالية؟ اوه ايس كريم لذيذ. جد الوقت ايس كريم، ومعكم معكم دقيقتين لتاكلوا ايس كريم. يلا نروح سوا، نروح نجهز اغراض التحدي. هدول جبناء الفريق البارد. لا لا لا، انا راح اشجع الفريق البارد. جبناء اختاروا النقط. لنشوف هالمره ماريا راح تفوزك طبعاً ولا لا. تساعدني ماريا. يلا ننزل مع بعضنا ونروح نجيب الايس كريم والنودلز الحاره مع الشطه الناريه. يا ربي. يلا جاهزين؟ جاهزين. ليتس جو ليتس جو. هلا انتو الفريق البارد وانا رح اختار لابوكم الفريق الحار احر شطة بالعالم. نعم. ايش بدي اختار له؟ اوه شوفوا ايش قد في شطات، رح اختار له من هالشطة. انتو موافقين؟ موافقين. موافق عبودي؟ ما في غيره. عبودي رح اختار هاي لبابا احر شطة بالعالم. شوفوا ايش مكتوب، فلفل سكربيون. اوه خلص هاي اصبح لبابا. عبودي بدنا نختار لبابا احر نودلز. وين 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 وين؟ اوه هي 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 الاندومي الكورية، اندومي الدجاج الغاضب المعصبة. خذها يا عبودة. بدي اخسر بابا. يلا هلا الفريق البارد بدكم تختاروا اطيب ايس كريم. يلا لاشوفكم، وانا بنصحكم تختاروا ايس كريم صغيرة لحتى تفوزوا على بابا بسرعة. ايه صحيح. هون في صغار. يلا ليس اختار الفراولة. وعبودة ايش اخترت انت؟ فراولة. كمان الفراولة. عبودة وليس بيحبوا الفراولة. ويلا نبدا اول تحدي مع الفريق البارد. جاهزين؟ جاهزين. جهزوا الايس كريم لحتى نشغل المؤقت. قديش المده؟ معهم دقيقتين، دقيقتين لحتى ياكلوا هاي الايس كريم كلياتها كامله. كثير دقيقتين كثير. لا يا دوب، يعني انت ايش مفكر الايس كريم بارد جدا؟ أوه. يلا نبدا. جاهزين؟ ليلة. الفريق البارد يلا نبدا التحدي. واحد اثنين. واحد اثنين ثلاثة. ابدا المؤقت. يلا عمالكم معكم دقيقتين. معكم دقيقتين. دقيقتين يعني اتوقع جدا كافية الدقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم، لا تنسوا السموم. بسم الله. بسم الله. يلا معكم دقيقتين. الفريق البارد عبيعاني عبيعاني الفريق البارد. يلا لأشوف. وانت يا بابا متحمس؟ متحمس. انا بدي اخسره. انت اشد، انت عندك نقينالك نقينالك اندومي كورية، اندومية الدجاج اللي معصبة. مي مي ماشي. والله؟ ايه مي. لا لا ممنوع الماء، ما بس تشرب مي. نقينالك اندومي كورية الدجاج اللي معصبة. معصبة. مع شطة حارة حارة جدا نار. طبعا انا وماريا. لا ماريا هي بس هيك يعني معك منشان انت تفوز يعني. كان تشجيع. يعني ايوه. شان يشجعوا فريقي. تشجيع. وين وين وصلتوا؟ اوه والله 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 فريق يعني بطل بطل.
فريق بطل، فريق البارد فريق بطل، فريق نار وشرار. فريق نار وشرار. لك ما رح تنسحبوا، لا تأذوا حالكم. انسحبوا إذا لا تأذوا حالكم، انسحبوا. كم نقطة هي؟ 200 نقطة. ايه 200 نقطة ما بتستاهل. على ما أعتقد يعني. 100 نقطة؟ 100 دولار. 100 نقطة، نقطة. يلي جمع نقاط أكثر هو يلي يفوز بالتحدي. انسحبوا انسحبوا. 40 ثانية. هدوا هدوا هدوا. عم أهلك عم أهلك، لازم تبلع، ما لازم يضل شيء بتمك. لا تأذي حالك يا عبودة، خليك هادي هادي، مو محرز الشغلة. انسحبوا. كلها 200 نقطة. 200 نقطة ولا 100؟ والله نسيت. 100 كيف؟ 100. يلا 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 الفريق البارد، فريق البارد. شو قضل لك وقت؟ اوه 16 ثانية، 15، 14. والتحدي حماس جدا جدا جدا. يلا يا عبودي هالمرة تحدي. 4 3 ورجي ورجي. فاز فاز الفريق البارد بأول تحدي. وهلأ دورك يا بابا أحمد. يا الله بسم الله. وإلك هي الأندومي الكوري، الدجاج اللي معصب الحارة النار. مو بس هيك، لازم تضيف معه الشطة الحارة حتى تزيد الحرارة حرارة. والله اي والله. يلا هات أمسك لك، افتح الشطة الحارة. اي مفتوحة. اي لكان جديدة جديدة، لأنه بتعرف الشطة الحارة الجديدة بتكون حارة أكثر من القديمة. يعني انتو حاطين ده تخسروني؟ طبعاً. أنا معك، أنا طبعاً أنا طبعاً التعدي. طبعاً خسران. يلا يلا كتر 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 شطة، كتر شطة. لكان انت فريق الناري، تحديك لازم يكون نار وشرار. ورجي شوفوا. يلا صارت نار، صارت نار. لازم تبدأ أول شيء المؤقت. وين المؤقت؟ يلا نبدأ لك المؤقت. يلا أنا قد التحديش قد؟ 5 دقايق؟ أتأكد لك من الوقت. لا إيش 5 دقايق؟ معك بس دقيقتين لتاكل كل هالأندومي الحارة. دقيقتين بس؟ بس دقيقتين. يلا 1 2 3 بلشنا. يلا يا بابا. 1 2 3 بلشنا. يلا 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 بلشنا. بلشنا. سمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا إذا بدك تنسحب انسحب. ها عادي. بلشنا. يلا بلش. هاي ماريا جنبك عم بتشجعك، ناست تعبت. يلا يلا يلا. لكن انت تحديك لازم يكون نار، وخاصة على هالجو الحار. والله الدنيا مثل عادي حار. شو يلا 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 يا بابا. في شغل تبريد؟ لا ما بيصير، ممنوع. انت بالسيارة الحارة هلا، انت بالسيارة الحارة، وتحديك لازم يكون حار نار شرار. ضل معك لسه لسه، في قدامك، في قدامك دقيقة. يا بابا يلا يلا عجل ورجي وين وصلت. ويعني يعني والله مبينتك رح تفوز. يلا يلا بابا بابا. يلا يا بابا. أنا التحديات أنا وماريا. إيه ماريا مصدومة. يلا يا بابا يلا بسرعة. إيش رأيك فيها؟ والله مبين نار. نار حتى تمك كله صار أحمر، شي مرعب. المرأة مشروبة ضرورية؟ طبعا أكيد أكيد لازم تشرب المرأة كتيرة. اشرب اشرب اشرب، لسه في قدامك تقريبا 3/4 دقيقة. عندك صار انطفى التليفون. يلا يلا بسرعة بسرعة. يلا يا بابا. شو الضلال؟ ما بين معي الوقت، طفى الموبايل. يلا 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 بس. لا هيتك فزت فزت. الفريق الناري فاز، الفريق الحار فاز بأول تحدي. يلا جاهزين للتحدي الجديد؟ جاهزين. يلا يا بابا عندك 4 تحديات، من أي فئة تختار؟ عندك فئة 50 و100 و200 و1000، أي فئة تختار؟ ماريا إيش تختاري؟ ماريا إيش عم بتقولي أنتي؟ عم بتقول بابا أنا زعلانة كتير. يلا اختار 50 يمشي الحال. 50 أي يلا اختار للـ50 أصغر شيء. أوه يلا. تمسك في إيدك كوب شاي حار جدا لمدة دقيقة كاملة. هاي ماريا. بس ما نسيت أجيب شاي، رح مسكك بس ما يسخن. ما يسخن نار نار، رح مسكك يا هلا مدة دقيقة. جاهز. يلا 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 يا بابا. أنا مجهزت لك ترمس نار نار، مجهزت لك يا من البيت، بس للأسف نسيت أجيب لك الشاي. أيوة. بس يلا على كل حال أنت ما رح تشرب، أنت بس بدك تمسكه بإيدك لمدة دقيقة كاملة. يا بابا وهذا التحدي فيه عليه 50 نقطة. 50 نقطة. ورجينا النار. نار نار. إيه. يلا نبدأ المؤقت. المؤقت إيش قد المدة؟ المدة دقيقة كاملة. كتير. لا مو كتير أبدا، مو كتير. كتير دقيقة كاملة. يلا جاهز يا بابا؟ جاهز. يلا ابدأ التحدي. 1 2 3
امسك بالايدتين، لازم تمسك بالايدتين. ايوه امسك بالايدتين، امسك بالايدتين يا بابا. طب ليه مو مسكه؟ لا لازم تمسكه بالايدتين لحتى تحس بالحراره طبعا. وفوق كمان السياره نار كلياتنا شوينا جوينا بالسياره والله لو تشعرقان. اي والله الجو كتير حار يعني عن جد السياره اليوم الحاره حاره السيارة. وحتى من وراء السياره بارده بارده. ليش السياره بارده؟ لانه ما جايون الشمس مش قبال. ما بعرف، خليه دقيقه كامله لازم تطمسك الكوب. امسكه مزبوط لتقوم تكب علينا. يا ربي لكن تحدي نار وشرار. لك ليش بالايدتين؟ يلا رح يخلص الوقت. لك ليش ما اريح ايده امسك بايد؟ لا ما بيصير لازم تمسك. طلعوا عجبيني اني اتصدم على قن. طبعا طبعا طبعا. يلا يا بابا يلا اسمعني اسمعني يا كرون اسمان هذا تحدي. شوف يعني عن جد عن جد سيارة حارة حارة، تحدي نار وشرار. وهلا انتوا الفريق البارد اي تحدي تختاروا عندكم فئة الخمسين والمية والميتين والألف. خمسين كمان الخمسين غيورين غرتوا من بابا. يلا اسحاب أو تمسك في يدك مكعب ثلج كبير لمدة دقيقتين لنشوف مين ينفذ التحدي. ليس ولا عبودة أنت ودود. مين رح ينفذ التحدي؟ تتعاونوا. يلا مع مين نبدأ أول؟ يلا الفريق البارد جاهزين للتحدي؟ جاهزين. وهي كيس بوز كبير جدا جدا. يلا أحمد بلش لهم مؤقت دقيقتين لازم يتحملوا برودة هالثلج لمدة دقيقتين. أنا اخترت أنا دقيقة. إيه أنت لأنك كبير. أنا كبير وهن دقيقتين. إيه لكن هن اثنين وهن اثنين وهن دقيقتين. لا يلا دقيقة. يعني خلاص يلا لا تخجلوني هاكونوا قد التحدي. واحد اثنين ثلاثة يلا امسك ليس امسك سمود يا ليس. يلا 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 يا ليس أبو الورود بطل الأبطال. انسحب انسحب ثواني. لا لا ليش تنسحبوا؟ يلا تعاونوا شوي أنت شوي عبودة. واحد تعاونوا تعاونوا. لا 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 يا عبودة لا تخيب ظني فيك أنت بطل. يلا يلا يا عبودة بطل الأبطال. واحد اثنين لا بدي بس ساعة على الأرض بتخسروا. لا لا ما بصير توقعوا على الأرض. امسكوا امسك فيه بالايدتين. لكن 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 انتو تحدياتكم تحديات باردة. الفريق البارد ماريا متحمسة. امسك عبودة امسك مزبوط. لا 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 للانسحاب الاستسلام ممنوع الاستسلام ممنوع. اوه لسه عندكم دقيقة. يلا اصمدوا لسه لا تعطيني. يلا يلا بتبوردوا الجو حار. واحد اثنين ولا انتوا عندكم جو باري. امسكوا امسكوا يلا امسكوا انتوا ابطال. يلا 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 والله اني برتد. يلا الوقت عم يمشي رح يخلص. اصمدوا برافو 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 برافو. كثير كثير تحدي حلو وحماسي. استلم استلم علي. امسك امسك لك عطا حمي مايا. يلا معلش ولو عم ينقط ناي. لازم نكسب التحدي. حتى ماريا متحمسة. $200 بلقي ماريا قدها نحن قدها. اي لكن اكيد يعني يمكن تكون حلوة الطرحة. ابطال ماريا ماريا متحمسة. يلا 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 ايش قدل من الوقت؟ ابطال لا ثانية. يلا يلا رح يخلص الوقت. $50 قلنا الغلطين. انت ليس يلا امسكوا مضبوط. كمي 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 حمل البرودة اتحملوا البرودة. بعد حماسي جدا. يلا عجل اللي بعدها. Let's go. يلا يا أبطال جاهزين للتحدي؟ جاهزين. يلا يا بابا دورك. في عندك فئة المية وفئة الميتين وفئة الألف. أي تحدي تختار على السريع؟ هلا أنا بختار أي تحدي؟ مية لأنه أنا النقاط لحديت الآن إلي. أنا الفائز بالنقاط. عندي 550 أيوة ومية. أنا ظلام فائز. هلا بالنقاط أنا فائز. أنا عندي 550 وأنتو 150. أنا الفائز. هلا أنا برضه 100 حاليا. يلا يلا معناتها هلا بابا اسحب فئة المية لنشوف.
عندك شبس مع الشطة الحارة جدا. وانا قده ومعها دقيقتين يعني وقت جدا كافي. يعني بدي اكل الشبس كله؟ بدي تاكل شبس. هلا بتشوف رح تاكل شبس مع الشطة الحارة. انا جاهز. يوه تفضل هاي علبة الشبس. ايه ده اكلك كله. وعندك حسين كل شبساية بدك تحط لها شطة حارة وتاكلها. كل شبساية شطة حارة وتاكلها. بخسرك. ايه تخسر ما دخلي انا. بخسر. لكان مبسوط هو مجمع نقاط اكثر. انا هي 100 نقطة. ايه الحمد لله. هاي 100 نقطة. ما في ما هو مشكلة. يلا جهز افتح حلبتك. 1 2 والمؤقت. انا ابلش لك بالمؤقت. المدة. المدة دقيقتين يعني وقت جدا كافي. ايه هي 1 2 3 بلشت. يلا تفضل. كل شبساية بدك تحط لها شطة حارة وتاكلها. ايه. يلا هاي اول وحدة. يلا بسم الله. يلا الحبة الثانية مع شطة. مع شطة شطة. ايوه وتحطها. يلا بسم الله. يلا وهي الحبة الثالثة. يا عيني عليك يا بابا. وهي الحبة الثالثة. رابعة هي رابع حبة. يلا يا بابا. يلا انا شايفة التحدي كتير حلو. يلا بسرعة. بصي مي. لا ممنوع المي. ممنوع. تحدياتنا نار وشرار. هذا عقاب. يلا وقت عجل عقاب. طبعا تحديات حارة. عقاب هذا. تحدي السيارة الحارة. يلا انكسرت. يلا عم تغش. ما بتحط شطة مزبوط. ايوة. يا عيني عليك يا بابا. والله مبينتك متحمس يا بابا. وبدك تخسر الفريق البارد. نشوف مين رح يفوز بهالتحدي ومين رح يخسر. اذا تتوقعوا الفريق الحار هو اللي رح يفوز التحدي حطوا لنا لايك، واذا تتوقعوا الفريق البارد هو اللي رح يفوز التحدي حطوا لنا اشتراك. يلا ايه ايش اضل في عندك بالعلبه؟ لسه في عندك. يلا يا بابا. مفكر الشطه مي عم تحطها على تمك. يلا يا بابا هي شطة حارة نار. شقد بقيش. يلا خسر حالك. انسحب. لا ايش هذا غش؟ غش ما يصير. مفكرها مي؟ هي شطة. ما كده بتتب تمه. اكيد ما في غش. واحد صفر. لا خسران. مين تمه؟ تمك مليان. تمه مليان. شو هذا يا بابا؟ شلون بدنا نفوزك وتمك مليان والساعة بتاع؟ بابا غسران. من شرط التحدي انه ما يكون في شيء بتمك، هيك شرط التحدي. خلص انت تخسر هالجولة. انا صرت 100 نقطة بس. ايوه تخسر 100 نقطة. ساعتي فائز، عندي 550 نقطة. يلا نشوف هلا الفريق البارد، يلا دوركم. هلا الفريق البارد صفيان عندكم 3 تحديات، تحدي من فئة الألف وتحدي من فئة 500 وتحدي 200 نقطة. يلا أي تحدي؟ أوه متحمسين. يلا لنشوف. طلع لكم ثلج في الظهر لمدة دقيقة. لازم نحط في ظهركم ثلج وتتحمروا هالثلج لمدة دقيقة. جاهزين؟ جاهزين. يلا يا بابا دورك. يلا جاهزين؟ ديروا ظهركم لبابا. لا سكروا ظهركم ثلاثة. وعيرن وقت. ايوه سكروا ظهركم عشان ما يوقع البوز. دقيقتين ثلاثة. لا دقيقتين. 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 دقيقة. دقيقة بابا عم بيخربطني عم ضياني. بده يحط البوز بظهركم لمدة 3 دقائق. انت بدك تدوب البوز بظهرهم يعني؟ على هالجو النار. اخذوا 1000 نقطة، إذا ربحوا بالألف نقطة كثير. يلا جاهزين فريق البارد؟ يلا 1 2 3 نبدأ؟ بلش مع عبودة. نبدأ؟ يا عبودة. يلا بلشنا المؤقت. يلا حط لهم. يلا حط كتر لهم. قرب. كتر لهم. كتر. يلا حط لليس كمان. حط لهم كتر لهم. نسحب. لا ما في استسلام ممنوع. استسلموا. لا تستسلم. يلا. اتأكد مو البوز بظهرهم. لا. انسحبوا. يلا اصمدوا بقي 20 ثانية. انسحبوا. ايه. انسحبوا. لا. بقي بس 10 ثواني.
ثاني يلا انسحبوا انسحبوا اصمدوا اصمدوا اندار عبودي ورجينا وشك ورجينا اندار للكاميرا اندار للكاميرا اندار اندار لعندي بدي اشوف وشك لكن عبودي اندار للكاميرا شي حطيت لي يلا هالجولة رح ابداها مع الفريق البارد بلان عندكم تحديين تحدي من فئة ال 500 نقطة وتحدي من فئة ال 200 نقطة اي تحدي تختاروا ناخذ ال 500 يلا اسحبوا اسحب ورجي اوه عندك قهوة باردة مع الثلج بدكم تشربوا بدكم تشربوا ايس كافي مع الثلج والوقت معكم 3 دقائق بصوا 3 دقائق 3 دقائق 3 دقائق تفضل 1150 نقطة أما بابا يلا 150 يلا يا عبودة 550 يلا يا عبودة امسك هذا الكوب اي لكن اي لكن لكن ليش حطيت لكم 3 دقائق وهذا الكوب لك يلا بابا انت جهز لنا الايس كافي يلا هات هات يلا قربوا الكوب ايوه ما شاء الله ما شاء الله معكم 3 دقائق لحتى تشربوا هذا الكوب ما بتبلشوا لحتى نبدا المؤقت طبعا بلش مؤقت اي لكن يلا بلش بس صدقا 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 انت حتتعاطبي مع الفريق البارد طبعا طبعا قلت لك انا من مشجعي الفريق البارد يعني ما يصير هذا يلا يلي بشجع الفريق البارد يحط لنا قلوبه زرق بالتعليقات واللي بيشجع بابا احمد الفريق الحار يحط له قلوبه حمر يلا لنشوف يلا بابا التليفون بس تليفون التليفون التليفون الثاني وينه يلا 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 التحدي كتير حماسي بتساوي دقيقتين ونص لا ما بيصير حيطة انا 3 دقائق يلا حط لهم 3 دقائق 3 يلا بلشوا بسم الله يلا يلا بسم الله على مهلكم على مهلكم بارد معكم 3 دقائق بتشربوا على مهلكم وبراحتكم وبتفوزوا كمان يلا يلا انسحبوا انسحبوا بارد ولا حد مثل الكاسه لا تكب عبودي لا تكب توص الدنيا بالسياره امسكها بايدك صحيح امسكها بايدك قد قد 500 شوفوا بابا عم بيقول لكم تنسحبوا ها انسحبوا انسحبوا بينما انا عم بشجعكم طيب بنحاول بنحاول يلا على مهلكم اصلا الايس كافي لذيذه جدا هلا انا ما انا بصراحه مالي راضي على التحدي اليوم ليش ما انا راضي فيه غش. لا ما في غش لازم ندخلك للسجن البارد معهم بالله انت اللي بدي ادخلك على السجن الحار الناري نار حاري لا توبي ما بتعيدها اي لكن يلا نشوف ما بس انا ما بس خلاص رح تنسحبوا رح تنسحبوا ما تعيد انسحب اه ما انسحب اي واحد من بيناتكم ينسحب تخسروا خلاص اصلا وكم نقطه تخسروا 500 نقطه يروح عليكم 500 نقطة أقول له هو معكم 3 دقائق خذوا راحتكم شقد بقي لهم من الوقت شقد بقي لهم 3 دقائق ياخذوا راحتهم أما هلول إيه إيه هلا شقد بقي من الوقت دقيقتين خذوا راحتكم في وقت ما شاء الله إيه دقيقتين دقيقتين والله تلحقوا يلا عملكم في وقت أما هلكم أما هلكم بتلحقوا دقيقتين بتلحقوا معكم نص أصلا هو الجو جدا حار يعني فيعني طبيعي تبردوا أسناني عم أنا مالكم أنا مالكم في وقت يلا 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 الفريق البارد الفريق البارد في وقت في تحدياتكم بوز تحدياتكم باردة جدا تحدياتكم ثلج بس أنا تحدياتي نار وشرار تحدياتكم قطبية جاي من القطب على مهلكم في وقت صافي القطب الشمالي في أكم ضيقة يلا يلا على مهلكم على مهلكم هذا بابا لكم على مهلكم حتى ما تلحقوا مشان نخسر يلا 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 ايش قد باقي لهم وقت لسه في فوق الضيقة عبودة تعبت ايه خمس ثواني في وقت فاتك لهم عم اهلكم يلا عم اهلكم بارد بارد جدا لنقضي تحدي عم فوز يلا بسم الله يلا عبودة يا عبودة يلا يا عبودة واحد اثنين ثلاثة عبودة يا حياتي واحد اثنين ثلاثة عبودة يا حياتي قصد قصد في عندك قطر شوفها. وين النقطة وين النقطة؟ لا هلا هي عم بتحاسبن عليها انت حسبتوني على امك تمي انت كبير ما بعرف انت عم بتغشوا انت تتحمل خلصنا من يا ترى رح يفوز بالتحدي من؟ نعني يلا يا بابا اجا دورك هلا إيه؟ عندك تحديين تحدي من فئة ال 200 وتحدي من فئة الألف اي تحدي تختار؟ والله انا بدي اكون قد التحدي بدي اخذ ابو الألف ابو الألف اسحاب يا حظك بسم الله الرحمن الرحيم يا حظك فرجينا اشتغلها لك ورجي ورجي نار حرام يا رح تاكل رح تاكل سندويشة نار
هي السندويشة مكونة من الفلفل من الفليفلة الحارة جدا مع الشطة الحارة. أنا متأكد أنت هذا سيرتي من عند سعود إخوان. إيه وين المشكلة يعني؟ ما في مشكلة؟ ما في مشكلة، تحدياتهم كتير حلوة. إيه والله. ونحن من مشجعي سعود إخوان. يلا هلا رح نشوف بابا رح يفوز بهالتحدي ولا لا. بس ما بتذكر فازوا فيه ولا ما فازوا سعود إخوان. ما بنعرف، هلا بنشوف أنت رح تفوز ولا لا. يلا لاز يلا جاهز. رح نجهز لك هلا السندويشة الحارة النارية. يا الله. لا يا بابا. إيه الله. جاهز لتجهيز اللفة؟ هاي أول شيء عندك الصمونة، ارفع إيدك شوي للكاميرا. إيه؟ ارفع إيدك أكثر للكاميرا. إيه؟ أيوة هيك تمام. افتح لنا الصمونة. يلا بسم الله. يلا افتح الصمونة بالنص بالنص، افتحها حتى تحط فيها القرن الفليفلي الحار جدا الناري. يلا تفضل. بسم الله. هو ذنبه؟ على حاله. بالله على حاله. ما برضى ما بتاكل ذنب. مو بس هيك كمان، مو بس هيك، وين الشطة؟ هاي لا هاي الشطة مخبينا للجولة الأخيرة الحاسمة. يوش أنا عم تشتغلوا فيني. يلا تفضل. والله نقيت لك أحر الشطات. أيوة. ورجينا وين الفليفلة. أيوة. أيوة تفضل هاي الشطة. أيه. تاح الشطة. أيه. وكتر حرارة. كتر كتر. طيب ما بدي يدك. لا ما بيكفي، كتر كتر حرارة. كتر كتر يا بابا. ما انتبهت. عندك دقيقتين بس لتاكل. دقيقتين. ايه؟ دقيقتين بس لتاكل هالسندويش النارية. جاهز للتحدي ابن مؤقت؟ بلشت الوقت؟ ايه؟ يلا يلا معك دقيقتين يا بابا لتاكل هالسندويش النارية. دقيقتين لساتك في بداية الوقت. وين ما عضيت شي من الفلفلة؟ يا دوب هيك نتفة صغيرة. يا اول لما. يلا بسم الله بسم الله. يلا معك وقت لسه، معك وقت لسه، في تقريبا دقيقة ونص وأكثر عندك كمان. مريم بتاكل الورقة. مريم مالها بهالقصة أبدا. يلا يا بابا. يا رحمن رحيم. تحدي نار، التحدي نار وشرار. تحدياتنا نار وشرار. أوه والله يا بابا أحمد أنت قده قده يا بابا. شلون طيب مو حارة؟ شو عم تحمل تاكلها؟ حار نار. يلا يلا بلع بسرعة يا بابا. بلعب لا ما عندك وقت، يا دوبك تلحق يعني لسه عندك في بدايته. لا ممنوع ممنوع المي، ما بصير هذا تحدي، تحدي حار. ممنوع المي. ايوه يلا يا بابا. سمعني صوت الفلفلة عم تقرط قرط في تمك. تحدي نار وشرار. يلا يلا يا بابا. يلا يلا يلا. من يا ترى رح يفوز التحدي؟ من يا ترى؟ أكيد بابا أحمد. يلا يلا بابا ما تحكي، أنت دوبك تلحق تاكل. وش المدة؟ المدة دقيقة. طيب دقيقتين؟ دقيقتين دقيقتين. والله بدي أحط قدامي، بدي أخسريني أصلاً. طبعاً بدي أخسرك. يلا يا بابا يلا بسرعة بسرعة، ما تم عندك وقت كثير. بسم الله بسم الله. يلا يا بابا ما ضل وقت. ما تنسحب. رح تخسر رح تخسر. ما ضل وقت عندك غير 19 ثانية، 18 17. هدي هدي يا بابا هدي، والله ما حدا راقد وراك. لا فوز. لا لا ما ضروري ما ضروري تفوز. انسحب انسحب. لا انسحب. اوه يلا 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 على اخر لحظة، على اخر لحظة. اوه في بتمك حكي. تمك حليان. تخسر تخسر يا بابا تخسر. اوه تخسر التحدي بألف نقطة. ولهون ما بقى في داعي نكمل التحدي للأخير، لأنه النتيجة صارت واضحة والفوز هو للفريق البارد. الفريق البارد هو الفاز بالتحدي. مبروك. بس لازم نسوي جولة ثانية لأنه حسيتوا هذا التحدي كان فيه غش. لا 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 بس خلاص، ممكن نعمل جزء ثاني من هالفيديو. جزء ثاني. إيه إذا المتابعين حبوا هذا الفيديو يحطوا لنا لايك ويشتركوا بالقناة. ومع السلامة. باي.